Guten Tag, meine Schüler und meine Schülerinnen. Wir sprechen heute über Wiederholung. Wiederholung im Booklet, اللي هو الجزء المراجعة الموجود في آخر البوكلت عندنا. أول جزء عندي فيه بيتكلم عن تكست إرفاسونج قطعة. فراد كوريا است أين جوب، يعني فراد كوريا اللي هو طبعا الشخص اللي هو بيشتغل على العجلة بتاعته، اللي هو ساعي البريد اللي بينقل الجوابات أو بينقل الملفات أو الوثائق من مكان لمكان عن طريق العجلة. من زيت زي دوش دي شتات. الواحد بيشوف طبعا المهنة دي أو الوظيفة دي أو الشخص ده من خلال المدن أو المدينة اللي احنا عايشين فيها، يعني عايز يقول إن احنا بنشوفه يوميا في المدينة بتاعنا. تيم ist 17 Jahre alt. شخصية عندنا اسمها تيم، عنده 17 سنة. Er kommt aus Freiburg und braucht Geld, weil er einen Laptop kaufen will. هو من مدينة فرايبورغ، دي مدينة في ألمانيا، ومحتاج فلوس عشان يشتري لابتوب جديد. Er ist Schüler. هو طالب. Er job also in den Sommerferien als Fahrradkurier. هو بيشتغل لفترة مؤقتة في أجازة الصيف كساعي بريد على العجلة. Der Fahrradkurier transportiert alles, was nicht zu schwer ist. Maximal 8 كيلوغرام. يعني إن ساعي البريد ده بينقل كل حاجة ما تكونش ان هي تقيلة، جفير يعني تقيلة في الحمل بتاعها او الشيل بتاعها. ماكسيمال يعني ماكسيمم عندي يكون وزنها ما يزيدش عن 8 كيلو جرام. und in den Rucksack passt، يعني بيشيلها على الايه الشنطة اللي تكون موجودة على الظهر اللي هو بيكون لابسها وهو سايق العجلة، ما تكونش ايه تقيلة في الشنطة دي. Es sind meistens Briefe, Dokumente und so weiter. يعني الحاجات اللي بيشيلها في الشنطة دي meistens يعني في الغالب meistens Briefe يعني جوابات Dokumente اللي هي الوثائق. Tim fährt jeden Tag circa 50 كيلومتر. يعني كل يوم بيسوق حوالي 50 كيلومتر. Und verdient von 50 bis 65 Euro. يعني بيكسب كل يوم أو بيكسب من 50 ل 65 يورو. Radfahren ist für Tim kein Hobby. يعني إن سواقة العجل أو قيادة العجل بالنسبة لتيم دي مش هوايته. Aber nur ein Job, das er ein bisschen Geld verdient. ولكن هي بالنسبة له بس دي مجرد بيستخدم العجل عشان الوظيفة اللي من خلالها يقدر يكسب جزء من الفلوس. verdient Geld يعني يكسب فلوس. schreib richtig oder falsch، يعني اكتب الجملة صح أو الجملة خطأ. Fahrradkurier sind normale Radfahrer، يعني هل الأشخاص اللي بيساعي البريد ده هل بيكونوا أشخاص عاديين بيركبوا العجل؟ طبعا بنقول إن هي فالش، إنه طبعا شخص راكب على العجلة وبيكون معاه الروكزاك ومعاه الدوكومنت بريف und so weiter. Tim ist Schüler. Ja, richtig. Mein Fahrradkurier transportiert nur Briefe. Nur Briefe. بينقل بس الجوابات. طبعا الإجابة فالش، لأن احنا قلنا في بريفه في دوكومنته وحاجات كتير. Tim fährt jeden Tag circa 30 bis 35 كيلومتر. يعني بيسوق كل يوم من 30 ل 35 كيلو. طبعا كان بيسوق 50، يبقى الإجابة فالش. Radfahren ist Tims Hobby. هي دي الهواية بتاعت تيم. طبعا الإجابة فالش.
مشكلة بالنسبة للجزء الخاص بالتكست ايرفاسون. بعد كده عندي Wähle die richtige Antwort aus. اختار الإجابة الصح. Fährst du nach Alex؟ الأنتفورت بتقول Weil ich meine Eltern besuchen will. Weil اللي هي زي because، لأن أو بسبب. يبقى أكيد طبعا هنسأل ب Warum اللي هي why. نمرة 2، Das ist das Mikrofon Sängerin. درس الجينيتيف. Sängerin بتاخد دي يبقى تتحول إلى der. Nummer 3. Wann kaufst du ein neues Kleid? هتشتري امتى الفستان الجديد؟ أو هتشتري امتى الفستان الجديد؟ أكيد طبعا هتقول wenn ich Geld habe، لما يكون معايا فلوس. Das ist das Auto Managers، يعني هنقول هذه تكون سيارة المدير. يبقى درس الجينيتيف اللي هو كان الدير والداس بيتحولوا إلى تس، يبقى عندي اينس. نادر ist der Meinung، نادر مع الرأي، dass man Fremdsprachen lernen soll، يعني نادر مع الرأي إن الواحد لازم أو ينبغي إن هو يتعلم لغات أجنبية. Fremdsprachen اللي هي اللغات الأجنبية. ده كده بالنسبة لي Übung 2. بعد كده عندنا التكملة بتاعته Du darfst Fernsehen، أنت مسموح لك تتفرج على التلفزيون. ها يبقى أكيد Denn du keine Hausaufgaben hast، ولا هنقول weil، ولا هنقول das. طبعا الفيرب هنا موجود am Ende، الموجود في الآخر، يبقى أكيد هنقول weil. يبقى أنت مسموح لك تتفرج على التلفزيون لأن أنت ما عندكش الواجبات. ليون وجايب لي تصريف الفيرب فيردن. احنا قلنا فيردن ده بيتصرف تصريف عادي بس مع الدو بيبقى اسمه فيرست، مع الار والاس والزي بيبقى اسمه فير. يبقى هنا طبعا مع ليون هنختار فير. ايش فيرده؟ طالما لقيت ايش فيرده يبقى على طول في اخر الجمله بندور على الانفينيتيف. الانفينيتيف عندنا اللي هو فيرب ميت اي ان، يبقى بزوخن. Der Arzt verdient viel. الدكتور بيكسب كتير. Aber der Programmierer المبرمج verdient بيكسب. عايزين نقول بيكسب أكتر من المدرس. يبقى نقول أكتر من اللي كان اسمها mehr als. Wozu brauchst du das Wörterbuch؟ أنت ليه محتاج الفوتابوخ اللي هو الديكشنري اللي هو القاموس؟ رد عليه قال له English to. to بتجيب ايه؟ infinitive، يبقى to learn. ده كده بالنسبة لي تكملة Übung 2. Übung 3 عندي verbinde die Sätze mit den angegebenen Konnektoren، يعني اربط الجمل اللي قدامنا دي باستخدام الروابط اللي موجودة قدام. Ich habe gehört، يعني أنا سمعت. Herr Weigel fährt morgen nach Berlin. يبقى أكيد طبعا هقول Ich habe gehört، أنا سمعت. بعد كده بنقول كوما. بعد كده بنقول das. Ich habe gehört das، يعني أنا سمعت إن. وناخد الجملة بتاعت Herr Weigel دي كلها ونحطها هنا وراها، بس ما ننساش ان داس بتحط الفيرب في الاخر. يبقى ناخد فيرت دي ونحطها في اخر الجملة. يبقى ich habe gehört das، انا سمعت ان Herr Weigel morgen nach Berlin fährt. Nummer 2. Markus spricht gut Deutsch. بيتكلم دويتش كويس. fliegt oft nach Deutschland. هو بيسافر غالبا إلى ألمانيا. يبقى طبعا هنقول إن ماركوس سبريشت جوت دويتش. هناخد الجملة دي زي ما هي.
بعد كده نعمل الكوما، بعد كده هنقول فايل لان، ونروح واخدين الجملة التانية اللي هي اير دي ناخدها كلها، بس ما ننساش برضو ان فايل بتجيب الفيرب برضو في اخر الجملة. يبقى هنقول الجملة كده كلها: ماركوس سبريشت جوت دويتش، بيتكلم دويتش كويس، فايل اير اوفت ناخ دويتشلاند فليكت، لانه غالبا بيسافر الى المانيا. نمرة 3: ich habe Zeit ich komme zu dir. هنا عايزين نستخدم wenn، يبقى هقول طبعا ich komme zu dir يعني انا هاجي لك، بعد كده wenn، وناخد الجملة بتاعت ich habe Zeit، وما ننساش ان احنا برضو هنحط الفيرب في اخر الجملة. يبقى الجملة كلها ich komme zu dir wenn ich Zeit habe. Nummer 4: Ich bleibe zu Hause. يعني أنا هقعد في البيت. Ich mache die Hausaufgabe. يعني أنا هعمل الواجب. يبقى أكيد هيقول Ich bleibe zu Hause. يعني أنا هقعد في البيت. Komma, die Hausaufgabe zu machen. Hausaufgabe zu machen. عشان أعمل الواجب. Nummer 5: Tina macht eine Sprachreise nach London. هتعمل رحلة تتعلم فيها لغة في مدينة لندن. Sie musste ihr Englisch verbessern. Verbessern يعني تحسن، تحسن الإنجليش بتاعها. يبقى هنقول Tina macht eine Sprachreise nach London. الجملة الأولى هناخدها زي ما هي. Weil sie، وناخد الجملة التانية بس ما ننساش ان مشت هتتحط ام اند، يعني هتتحط في اخر الجملة. يبقى weil sie ihr Englisch verbessern will. تمام، ده كده بالنسبة لي Übung 3 اللي موجود قدام. بعد كده عندي Übung 4، جايب لي هنا مجموعة زيتس، مجموعة جمل، وطالب مني ان انا استخدم الفيرب werden، نعمل له كونيوجاتسيون، نعمل له تصريف. طبعا تيمو اللي هو اير، واحنا قلنا اير واس وزي مع werden هيبقى اسمها فيرد. نمرة 2: دي فايجلز، دي فايجلز، طبعا هنا عندنا ده بلورال، ده الجمع، يبقى اكيد الجمع، يبقى على طول هياخد الفيرب اخره اي ان، يبقى werden. نمرة 3: ايش هتبقى werde، دي سهلة وما فيهاش مشكلة، ده طبعا تمرين سهل وبسيط بنكمله كهاوس اوفجاب. طيب Übung 5 بيتكلم عن ergänze folgende Sätze، جايب لي مجموعة جمل وفي عندي fehlende Wörter، fehlende Wörter يعني كلمات ناقصة أو مش موجودة، بجيبها من خلال البدايتون المعنى. Nummer 1: Odo ist 2 Jahre jünger. Punkte Dieter. يعني شخصية اسمها أودو عندنا بيكون أصغر بسنتين من دييتر. أصغر من، من دي عندنا اللي هي زي than بالإنجلش اللي هي als، يبقى younger als اللي هي أصغر من. Nummer 2: In Ägypten ist es heiß. في مصر الجو بيكون حر. Aber in Indien ist es viel dunkler. الجو في مصر حر، ولكن في الهند أكيد بيكون أحر بكتير. هنا بنعمل بنعمل كومباراتيف يعني مقارنة، يبقى على طول بنختار هايسا أو بنكتب هايسا. Nummer 3: Mein Onkel ist reich. يعني عمي بيكون غني. Aber mein Vater ist reicher. Punkt mein Onkel. ولكن والدي بيكون أغنى من عمي. أغنى من، يبقى reicher als. Nummer 4:
War das Theaterstück interessant? هل المسرحية كانت ممتعة أو شيقة؟ فقال له يا بونكتي als ich gedacht habe. كان عايز يقول أكثر إثارة أو أكثر تشويق مما كنت أتوقع. يبقى هنا بيعمل في als، يبقى عايز نعمل كومباراتيف، يعني الأديكتيف آخرها er. يبقى يا interessanter als ich gedacht habe. Nummer 5. Die Jacke ist teuer. الجاكيت بيكون غالي. Und die Hose, البنطلون, ist بونكت als die Jacke. عايزين نقول إن البنطلون أغلى من الجاكيت. أغلى من، يبقى بنحط ER، بس اتفقنا قبل كده نخلي بالنا إن teuer بنعمل بنشيل ال A في حالة الكومباراتيف. يبقى هنا عندي دي هوزة ist teurer als dir. Nummer 6. Mona ist Punkte als Petra. يعني منى بتكون نقط من بترا. أي أديكتيف أنا أعرفها. هنا سايب لي الاختيارات مفتوحة. أنا مثلا هنا اخترت نتا als Petra، يعني دمها خفيف عن بترا. ممكن أقول شونا als، ممكن أقول أي صفة مثلا زي مثلا جروسا ألس، يعني أكبر في الحجم من بترا، وهكذا. نوما زيبن داس هامت إست بيليجا ألس دي ياكي، يعني القميص بيكون أرخص من الجاكيت. نوما أخت إيش لانا فيل، أنا بذاكر كتير. مونا لانت مير ألس إيش، يعني أنا بذاكر كتير ولكن مونا بتذاكر أكتر مني أنا. ده كده بالنسبة لي الجزء الخاص بالفيدا هولونج اللي موجود عندنا في آخر البوكلت. فيلن دانك.